ازاي احنا بنعمل المتحف او متحف المركز القومي وضع مقتنيات الفنانين في متحف المركز القومي للمسرح؟ حلو، وهنفتتحه باذن الله سبحانه وتعالى قريبا. خلوني اخد معانا على التليفون فنان ياسر صادق، رئيس الاداره المركزيه بالمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبيه. اهلا 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 يا فندم. اهلا يا استاذ يوسف، ازاي الصحه؟ ازاي الحال يا فندم؟ كله تمام؟ الحمد لله يا فندم، الحمد لله بخير. عايز نتكلم اكتر على هذا المشروع اللي انا اشوفه واحد من اهم المشروعات بصراحه، متحف المركز القومي للمسرح. كلمنا عليه يا فندم. والله يا فندم انا متابع حضرتك في المقدمه ومتحف الحضاره والمتاحف الاثريه والسياحيه في مصر. فنانينا ورموزنا لا يقلوا عظمه عن الاهرامات وعن اثارنا العظيمه، فهم اثروا حياتنا الفنيه والثقافيه، واللي فعلا محتاجين ان شبابنا يتعلق بالقيم الفنيه العظيمه دي، لان ده اللي هيبني الشخصيه المصريه. صحيح. المركز القومي للمسرح باداره من ساعه انشائه اسمها اداره المتحف. حلو. فكان في بعض المقتنيات الهامه لرموز عظام، وتوالت الايام جه الزميل انتصار عبد الفتاح بدا المشروع انه يعمل تصور انه يبقى متحف. طبعا. وبالفعل عمل النواه الاولى والمرحله الاولى، وجيت انا مسكت بعدها في 2019 وكان المكان مش مهيئ، فكان شغلي الشاغل ان انا المقتنيات كمان مش كفايه انها تعمل متحف، فبدات التعاون مع جمعيه ابناء الفنانين. وبصراحه كان ليهم دور عظيم جدا، احب اشكرهم من خلالك وبحس حضرتك الوطني ده. يا رب. هم عندهم حس وطني عالي جدا طبعا، لان اكتشفت ان المقتنيات دي كانت عرضه للبيع، يعني من دول اخرى عرضت عليهم فلوس عشان يبيعوا مقتنيات ابائهم واجدادهم، بس الحمد لله هم رفضوا واثروا ان يكون التراث ده داخل مصر. فكان شغلنا الشاغل ان احنا نعمل المكان اللي يهيئ ويبقى على مستوى لائق يليق بعظامنا دول ومقتنياتهم وتراثهم، وخاصة كمان ان احنا عندنا بعض الماكتات لتحف عظيمة. احنا عندنا ماكت للأوبرا القديم اللي اتحرقت، ما اعتقدش ان شبابنا شافوه. عندنا ماكت للمسرح القومي قبل الحريق، عندنا ماكت لسيد مسرح سيد درويش بالأسكندرية، عندنا مكتات كبيرة وهامة جدا، بالإضافة إلى مقتنيات والملابس الفنية اللي ارتدوها في أعمالهم والملابس الشخصية. بدأنا المشروع بأن احنا نجهز المكان ونفتح أجنحة متحفية في كل مسارح الدولة، بحيث أن كل حتى رواد المسارح يشوفوا مقتنيات الفنانين العظام اللي أدوا فن جميل على هذا المسرح، ونشوف الملابس التراثية اللي قدموا بيها. صحيح. وفي شاشة عرض بتوثق تاريخ المسرح وتاريخ العروض اللي قدموها. جميل. ابتدت تتسع الفكرة ورحنا للمحافظات، عملنا بالتعاون مع هيئة أصول الثقافة، بنينا أنشأنا متاحف صغيرة، أجنحة صغيرة متحفية في كل قصر ثقافة في العاصمة. يعني احنا لسه جايين من الغربية وكنا بنفرش جناح الغربية وشبين الكوم المنوفية والشرقية وفي الزقازيق واسكندرية في قصر ثقافة الأنفوشي وبورسعيد، وإن شاء الله في الخطة اللي جاية داخلين نستكمل عواصم مصر، لأن عارف حضرتك في رموز فنيه هامه جدا طلعت من العواصم دي، واحنا عايزين نربط الناس برموزهم دي. واحنا طبعا كمان في انشطه مصاحبه للاجنحه المتحفيه وللمتحف نفسه، ان حضرتك زي ما ذكرت قبل يعني الافلام الوثائقيه والتسجيليه، احنا برضو منوط بشغلنا توثيق الرموز دي، وبنعمل افلام تسجيليه عن رموزنا. جميل. العظام، ودي هيبقى من ضمن الانشطه المصاحبه للمتحف.
ده يبقى شيء رائع. طب أستاذ ياسر، يعني أنا أقعد أفكر بصراحة هنا وأنا بتكلم مع يعني فنان ممثل ومخرج ومؤلف تاريخ، يعني يا أستاذ ياسر بصراحة، والله بتكلم جد، لما حضرتك ذكرت المكات بتاع دار الأوبرا المصرية القديمة اللي هو ما شاء الله ما شاء الله كده حولوه بعد كده لجراج متعدد الطوابق، حاجة كانت جميلة الحقيقة، انبهرنا وقتها، يا سلام إيه الشطارة دي. المهم الأمر لله من قبل ومن بعد، والله العظيم والله العظيم، وادي يقول لك انت ما كنتوش مبسوطين، لا كنا فرحانين، يعني بدل مثلا تتحرق طب ابنيها من اول وجديد، لا نعمل جراج، حاجه غريبه جدا يعني، بس ماشي. انا بقعد افكر بصوت عالي، ما نحاول كلنا نجرب نتبنى ونفكر في انه احنا محتاجين نعمل دار اوبرا في ابلي ونعملها بالظبط نسخه طبق الاصل من دار الاوبرا الخديويه اللي كانت موجوده زمان في العتبه. تفتكر ينفع؟ ينفع طبعا، ينفع، عندنا كافه الرسومات والتصميمات القديمه مش كده؟ عندنا، وعندنا اللي صمم الماكيت نفسه. حلو حلو، انا بفكر فيها لانه انا احب ان انا اشوف الحركه المسرحيه والحركه الفنيه تبقى ممتده في ربوع الجمهوريه. انا عندي الاوبرا بتاعتنا في القاهره، عندنا سيد درويش في اسكندريه، عندنا اوبرا دمنهور، انا نفسي نفسي يبقى في عندي حجم ضخم كده موجود في ابلي في الصعيد. والله هو توجه وزاره الثقافه دلوقتي للانتشار في ربوع مصر، يلا ده يبقى مشروع عظيم جدا وتتبناه معالي الوزيره وسهل تحقيقه. انما انا عايز اقول لحضرتك ان من ضمن المقتنيات اللي عندنا عندنا العود الاصلي لفنان الشعب سيد درويش، الله اكبر، وعصايته وطربوشه وعقد قسيمه جوازه من جليله، سيد درويش، وجت جمعيه توثيق الاعواد العربيه ووثقته وقالت ان ده اقدم عود لسيد درويش، وفي تيكت جواه تاريخ اصلاحه سنه 1917. يا خبر ابيض، ومكتوب انه تم اصلاحه بواسطه المعلم فلان الفلاني، حد من اهم الناس اللي بيصلحوا الاعواد في ذلك الوقت. يا عيني يا عيني، وهذا امر عظيم. والملحن داوود حسني طبعا طبعا، وعنده كمان اوبرا كاتبها بخط ايده، وعندنا مخطوطات مهمه جدا لكتاب عظام، بديع خيري، نجيب الريحاني، محمد التبعي، يعني كبير الرحميه محمد ده، وجمعنا بقى مقتنيات هامه استاذ يوسف من نجومنا العظام زي استاذ توفيق الدقن، استاذ عمر الحريري، استاذ المخرج الكبير زكي طليمات، استاذ نبيل الالفي، عبد المنعم ابراهيم، مع حفظ الالقاب طبعا سيد زيان، عبد الغفار عوده، السيد راضي، استاذ كرم مطاوع، زوزو نبيل، امينه رزق، الحاج محمد الكحلاوي، المعلم رضا، الله وكتير جدا الحمد لله، ومظهر ابو النجا، محمود مسعود، استاذ فهمي الكولي، حتى جبنا ميكي ماوس اللي هو المؤرخ الفني طبعا الجميل عبد الله، احمد عبد الله، احمد عبد الله بكتبه والنوت بتاعته، الاجندات اللي كتبها عن لقاءاته مع الفنانين وحكاويه مع الفنانين، استاذ عبد الرحمن الشافعي. عندنا اسطوانات تراثيه هامه جدا، بالاضافه يعني مشروع ضخم احنا بداناه والمرحله بتخلص، وان شاء الله هنستكمل باقي المبنى لانه ثلاث ادوار، وهيفتح للجمهور بعد معالي الوزيره ان شاء الله باذن الله خلال فتره قريبه جدا هتيجي تفتتحه، وان شاء الله حضرتك تبقى موجود معانا. انا اتشرف وانا طول شرفنا. انا طول، لا يا فندم، لا والله اتشرف جدا، يعني من الداعمين الاساسيين. والله يا فندم ده انا اتشرف حقيقي. انا هيبقى لي بس طلب، مش عارف اذا كان ده هو بالفعل بدا يحصل ولا لا، انه يبقى في حاجه كده زي مثلا مش بس ويب سايت، وابلكيشن نقدر نحجز منه التذاكر، بحيث انه زمان بقى كنا بنحجز بالتليفون او نروح بنفسنا على الشباك وكلام من ده، فبما انه الدنيا بتتطور واولادنا بقى بتوع ابلكيشن وكلام من ده،
فيبقى في عندنا وسيلة إلكترونية نحجز منها التذكرة ونروح ونتفرج ونحضر العروض بتاعتنا، أو إن إحنا بنحجز علشان المتحف، يعني هتبقى حلوة وتسهل علينا كتير إن شاء الله يا فندم. بإذن الله بإذن الله. أشكرك جدا يا أستاذ ياسر، كل الشكر لفناننا ومخرجنا الكبير أستاذ ياسر صادق، رئيس الإدارة المركزية بالمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية. أو والله يا أولاد لو نعمل مسرح ضخم كبير في الصعيد بنفس الشكل بتاع الأوبرا الخديوية، أكيد مش هيبقى خشب يعني، بس نقدر نعمله بنفس التصميم ويبدو وكأنه خشبي يعني بالمناسبة يعني.